ينضم إلينا من إسطنبول الأستاذ محمد الأحمدي الصحفي اليمني. سيد محمد، مرحبا بك. المبعوث الأممي إلى اليمن يعبر عن قلقه من فرض عقوبة الإعدام على 30 أكاديميا، ما أهمية هذا الشعور بالقلق؟ هل هناك تحرك دبلوماسي ما على الأرض؟ مساء الخير. في الحقيقة تعبير المبعوث الأممي عن قلقه إذا قرارات الإعدام الصادرة عن ميليشيا الحوثيين بحق 30 مختطفا هم أكاديميون وطلاب في الجامعة وناشطون سياسيون ليس جديدا، هو لم يشر حتى إلى طرف الميليشيا الحوثية التي أصدرت هذه القرارات، وهي في الحقيقة ليست أحكاما لأنها صادرة عن سلطة غير شرعية وعن ميليشيا لا تتمتع بأي صفة أو مشروعية سياسية أو قانونية. بطبيعة الحال هذه اللغة الناعمة اعتدناها كيمنيين من المبعوث الأممي ومن الأمم المتحدة ومن بعض الفاعلين الدوليين أيضا الذين تعاملوا مع الميليشيا الحوثية على هذا النحو منذ وقت مبكر، في الوقت الذي أيضا هذه اللغة وهذه السياسة ساهمت في تشجيع الميليشيا الحوثية على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني والاستهتار حتى بقيم العدالة. اليوم هذه الأحكام التي تصدرها الميليشيا الحوثية كما أشارت إلى ذلك العفو الدولية تمثل ازدراء بالعدالة واستهتارا واضحا بالقانون الدولي، لأنه أساسا هذه المحكمة التي تنظر في قضايا هؤلاء المختطفين في الأساس هي محكمة يعني باطلة، لأنه صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق ببطلان هذه المحكمة ونزع الصفة القضائية عنها، وبالتالي هؤلاء الذين يحاكمون الشباب هم منتحلون للصفة القضائية ويجب محاسبتهم وفرض عقوبات عليهم وليس التخاطب معهم في اللغة الناعمة التي اعتاد عليها المبعوث الأممي. كنا نتوقع أن تكون أولى مواقف المبعوث الأممي الجديدة بعد أن تم إعادة ترميم علاقته بالحكومة الشرعية أن تكون أكثر صرامة لجهة التعاطي مع هذه الميليشيا المتمردة. أمام هذه الانتهاكات الحوثية ماذا تبقى من اتفاق السويد؟ الحقيقة أن هذا الاتفاق ولد ميتا، لأنه هو جزء أيضا من سياسة التدليل التي تحظى بها ميليشيا الحوثيين، لكن حتى برغم المآخذ على هذا الاتفاق الميليشيا الحوثية لا تزال تتعنت وتصر على عدم الانخراط في تدابير بناء الثقة. اليوم عندما تصدر أحكاما بالإعدام بحق مختطفين في سجونها هي تنتهك الاتفاق تبادل الأسرى والمختطفين الذي تم الاتفاق عليه في السويد. وفيما يتعلق أيضا حتى بملف الحديدة، عملت الميليشيا الحوثية على استثمار الوقت وسارعت في بناء حواجز إسمنتية وتفخيخ المدينة وبناء أنفاق، وحشدت أيضا قوات أخرى إلى الحديدة وزرعت مناطق واسعة من المدينة بالألغام. طيب. إذن لم يعد هناك شيء من اتفاق ستوكهولم الذي يتمسك به المبعوث الأممي. الميليشيا الحوثية تفرض واقعا عسكريا على الأرض وتحاول جر الحكومة اليمنية والأطراف الأخرى والأمم المتحدة إلى القبول بهذه التطورات العسكرية والواقع العسكري الذي تفرضه على الأرض. إلى أي مدى يعني تعتقد أن حديث الحكومة اليمنية عن تعليق الاتفاق أنه ربما سيؤدي إلى تغيير في المواقف الدولية؟ للأسف الشديد كلما تبنت الحكومة موقفا يعني للمطالبة بضرورة الضغط على الميليشيا الحوثية للانخراط بجدية وحسن نية في تنفيذ خطوات اتفاق السويد تذهب الميليشيا الحوثية في مزيد من التعنت، وتتعرض الحكومة بالمقابل إلى ضغوط من المبعوث الأممي وبعض الفاعلين الدوليين. هذه السياسة التي أغرقت اليمن في المأساة وشجعت الميليشيا الحوثية على المزيد من ارتكاب جرائم بحق الإنسان اليمني والتمسك أيضا بالسلطة القمعية التي وصلت إليها بالعنف. هذه يعني في خضم الأزمة أو الصراع إن صح التعبير ما بين واشنطن وطهران، إلى أي مدى تأثرت الأزمة اليمنية يعني أكثر من ذي قبل بتطورات هذا الصراع؟
الحقيقة أنه من ناحية الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن الميليشيا الحوثية يمكن أن تكون ذريعة لحلب دول الخليج خصوصا السعودية للحصول على المزيد من الأموال. في نفس الوقت تبدو الميليشيا الحوثية مجرد ذراع لإيران وتحاول في الآونة الأخيرة تصعيد عملياتها العسكرية بالطائرات المسيرة مستهدفة المطارات في السعودية ومواقع حيوية، وأيضا استهدفت أيضا حتى مواقع حيوية كما شهدنا قبل عدة أسابيع في أبوظبي. وبالتالي تظهر الميليشيا الحوثية بوضوح انحيازها إلى الجانب الإيراني في الصراع وإقحام اليمن في أتون صراع إقليمي. هذه الميليشيا منذ الوهلة الأولى كانت مجرد أداة من أدوات المشروع الإيراني، تنكرت للمجتمع اليمني وللمحيط الإقليمي وعملت على جر اليمن إلى أتون حرب مدمرة ومأساة إنسانية لم يشهدها التاريخ الحديث. من وجهة نظرك يعني كيف يمكن الخروج من عنق الزجاجة؟ ماذا عن اليمنيين؟ ما هي الرؤى لنهاية هذا الصراع؟ حقيقة أخي العزيز أنه ليس أمام اليمنيين سوى المضي قدما في تحرير بلدهم من جماعة فاشية عنصرية طائفية كجماعة الحوثيين. هذه الجماعة التي فوتت أو أهدرت كل فرص السلام وعملت على فرض مشروعها التدميري في مناطق سيطرتها في المناطق الشمالية و الوسط من اليمن. للأسف الشديد أيضا سياسة التحالف وإخفاقات التحالف في إدارة المعركة في اليمن ساهم في إطالة هذه المأساة وقوض أيضا حتى ثقة اليمنيين في التحالف في إمكانية إحراز تحول عسكري يساهم في إعادة الدولة اليمنية وإسقاط الانقلاب. يجب أولا إعادة تقييم أداء التحالف في اليمن والابتعاد عن الخروج عن التزاماته بمساعدة الحكومة الشرعية وإسقاط الانقلاب والكف عن ممارسات الإمارات في المناطق الجنوبية من البلاد التي ساهمت في تقويض مقدرات الدولة اليمنية والحكومة الشرعية ومنحت الحوثيين فرصة في تعزيز قدراتهم في المناطق سيطرتهم. شكرا لك أستاذ محمد الأحمدي الصحفي اليمني، كنت معنا من إسطنبول.